السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما جديد ومفيد فعلا من التطبيقات في القناة. عندي اضرب في التطبيقات الحديثة اللي بتسهل لك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شهر تطبيق جديد هو اسمه كياك فلايتس هوتلز اند كارز. التطبيق ده مساحته 39 ميجا، حمله اكتر من 10 مليون شخص. التطبيق ده خاص بحجز تذاكر رحلات الطيران وحجز الفنادق وحجز العربيات او تأجير السيارات. بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تشوف اليوم المعين اللي انت عايز تسافر فيه في سواء مدينة داخل البلد اللي انت فيها او تسافر في بلد غير البلد. بتقدر تحجز من خلال التطبيق ده للطيران البلد اللي انت رايحها من خلال اكتر من شركة طيران وتقارن الاسعار، وتقدر تحجز المقعد اللي انت عايزه في الطيارة، في الايكونومي، في الفيرست كلاس، في البيزنس كلاس. كمان بتقدر تعرف الاسعار وتقارنها وتقدر تفضل تختار افضل سعر. كمان بتقدر تختار الفنادق، الفندق الثلاث نجوم، الخمس نجوم، السبع نجوم، والخدمات اللي بيقدمها، الفطار، الغداء، العشاء، الاوبن بوفيه، الجاكوزي، الجيم، السبا، الحاجات دي كلها. كمان بتقدر تعرف على اسعار تأجير السيارات، السيارة اللي انت عايزها، الموديل، اللون، النوع، الماركة. كل الحاجات دي بتقدر تعرفها وتقدر تعرف الاسعار وتقدر تدفع من خلال التطبيق. وكمان لو حصل لك اي مشكلة ممكن بتقدر ان انت تلغي حجز الرحلة كلها من خلال التطبيق ده. يعتبر فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان انت لما اول حاجة التطبيق بيتضمن اللغة الانجليزية مفهوش عربي. كمان التطبيق بيتضمن اعلانات كتير ومفهوش ولازم يعني تشتري التطبيق علشان تقدر تستفيد بكل المزايا بتاع التطبيق. ده يعتبر مشكلات في التطبيق. كمان في مشكلة ان انت لو حجزت وحبيت تلغي الرحلة بتاعتك ممكن بتخصم لك لحد 50% من الحجز اللي انت حجزته، او لو حبيت برضو تغير الميعاد برضو بيتخصم لك برضو، او ممكن تدفع بتاع برضو 50% علشان تغير الحجز مثلا من يوم ليوم او من ساعة لساعة. كمان بالاضافة في مشكلة في التطبيق ان هو مش دقيق في مواعيد الطيارات. يعني يقول لك مثلا ميعاد الطيارة مثلا الساعة 5، لو جت الطيارة مثلا اتأخرت مثلا او حصل فيها مشكلة او اي حاجة مش بيبلغك من خلال التطبيق الموضوع ده. دي برضو مشكلة في التطبيق. بس كده يعتبر ابسط شرح للتطبيق بالنسبة للمزايا والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو، لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.